تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 634 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 313 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 98 طن. وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 207 أطنان. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 9 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 497 قضية، من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و115 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 123 طنًا.